السلام عليكم، صلى الله يشفع فيك، اخوك محمد عبد الحميد من مركز الدولي للجنسية، تاخد فكره معايا؟ بتدور على حاجه معانا اخويا؟ بقول لك يا خالتي، بتدوري له على حاجه؟ بقول لك يا اختي، عايزه عباية حلوه؟ ابله اساعدك في اي حاجه؟ ابله محتاجه اي حاجه؟ ابله ممكن اروح الحمام؟ بقول لك يا امي، عندي مفارش للعرايس. ولا سخت انت بس لو مؤاخذه يعني، لا حياء في البيع، انت من تحت سمينه شفافه يعني، الله اكبر حلوه. يا وقت هتريح معايا، مش ببيع لك والله العظيم، عشان عريض شويه دي لما تلم عليك كلام مؤاخذه امك في البيت لما تغسلها عشان كرشك بس. بس مدلدل حبتين الله اكبر يا زميلي، البنطلون مظبوط عليك زي التلامواخذه بس عشان كبيره شويه. لا وشك يتفرد، مش عايز الوش ده، اتضايقتي ليه؟ عادي يابا كلنا كده، انا باكل فيها عيش خبال تخسر معاه والله. خدها وخلي عنك خالص، اصل هقول لك ايه يعني، تاكل منك حته الفلاتاه اللي انا جايبها لك دي، خلي بالك دي فيتنام اوريجينال فيرست كوبي عرب الطايله مسكن عرب جرام. بقول لك ايه يا اختي في الدغري، لا حياء في البيع، عندي سنتيالات حريمي وهم.